بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناه عرب كيب لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم هنتكلم عن الكوتيشن، العلامه هذه اللي الناس شغلونا بها، بعضهم ما يدري وش معناها. هذه معناتها انه نص ما بين علامات تنصيص. فانت وانت تتكلم تقول مثلا والله ما ادري، هذا يعني انه حط بين علامات التنصيص انه انا ما ادري. اوكي علامات التنصيص هذه طبعا تكتب باللغه الانجليزيه بالشكل هذا، كوتينج او كوتيشن. كوتيشن تمام. اذا كان سبيلنج صح ما ادري. اوكي ليش كتبت لكم اياه؟ عشان كنت ابحث عن معلومات اضافيه. تمام، في نوعين من الكوتيشن، في الدبل اللي هو هذا، وفي السنجل اللي هو هذا. سنجل اللي هو هذا، علامات التنصيص طبعا شفت بحرف الكاف. تمام، اذا حولت اللغه الانجليزيه راح اظهر لك واحده، بينما لو تحطه باللغه العربيه وتكتب اظهر لك طا طا طا. حرف الطا ترى طلع، والله حرف الطا من حرف الكاف. اوكي تمام. طبعا معليش صارت الفتيح حقتي ما بالحروف العربيه اكس. اوكي هذه هي اللي عندنا اليوم، درسنا هذا كله راح ركز على علامات التنصيص وش الفائده منها. لكن لازم تعرفون انه هذا الدرس فيه جواب للناس اللي سالت انه ايش فائده ما بين اني مثلا اكتب، طبعا هذا ملف شل، ما بين اني اكتب ايكو مع علامه تنصيص وبدون علامه تنصيص. الحين راح تشوف الفرق بين باش. اوكي لو سوينا ايكو وكتبت ماي نيم از، هنا ماي نيم از محكيان عبد المجيب تمام، وجيت وطبعت او جيت شغلت ملف الشل هذا دوت شل، راح لك ماي نيم از عبد المجيب، سواء حطيت هذولي او ما حطيت هذولي ما في فرق. تمام، طبعا هالكلام ما يعمم على لغه البرمجه، فقط بالشل. تمام، قاعد يكون في لغه برمجه ثانيه ما ادري. بالنسبه للناس اللي قاعد تصدعت براسي انه البرنت اف حقه السي، طيب وش المشكله لو كتبت برنت اف؟ برنت اف تمام، واستخدمت برنت اف بالشل. طيب ولا تصير معقد شوي، مو بلا السي، هي برضه موجوده بالشل وبرضه موجوده بالبي اتش بي وبرضه الى اخره. تمام، فالبرنت اف برضه ما له علاقه بما بدرسنا اليوم. برنت اف تكلمت عنه قبل. تمام، الاكو زي ما انتم ملاحظين انه الان ظهر النص بدون مشكله. لو جينا حطينا هنا مثلا متغير، سمينا متغير نيم وحطينا عبد المجيب هنا، وجينا حطينا بدل اسمي هنا نيم، طبعا على اساس انه هذا راح يتغير اللي هو النيم، راح نطبع الان وراح يظهر انه اسمي طلع بدون مشاكل حتى لو حطيته ما بين علامات تنصيص. سوينا حفظ الان وشغلنا، لاحظ انه ما في مشكله حتى مع علامات التنصيص. لكن علامات التنصيص الدبل ليست كعلامات التنصيص السنجل. طبعا هالكلام هذا ينطبق حتى على لغه البي اتش بي، واعتقد في لغه برمجه ثانيه. الان لو طبعنا لاحظ انه بيطلع لك اسم المتغير وليس المتغير، زي ما شايف هنا طلع اسم المتغير. ايوه تمام، لاحظ انه هنا طلع لك اسم المتغير بدل مما يظهر لك المتغير نفسه. ايوه طيب، هذا وش يعني؟ هذا يعني انه الدبل كوتيشن فيه حمايه للمتغيرات. اي هذا هو، لو انك حطيته بالشكل هذا فيه حمايه للمتغير الداخلي. في ايضا فكره ثالثه انه المتغير والسبستيتيوشن الخاص بالمتغير، سبستيتيوشن اللي هو هذا تمام، هذا ايضا يحميه اللي هو الشل. لو جينا شغلنا الان لاحظ طبعا لان النيم اساسا ما له علاقه بالفكره حقتنا، لكن لو حطينا مثلا هنا ديت، حتى ما ادري ديت بينطبع ولا لا. تمام اوكي، حتى انه يحمي اللي هو الشل، عفوا ايش دخل الشل، المتغير اللي هو سبستيتيوشن، هذا اسمه سبستيتيوشن. اوكي لكن بالنسبه للسنجل كوتيشن فهو ما يحمي اي شيء، السنجل كوتيشن علامه تنصيص وحده. ايضا في عندنا حاجه ثالثه اللي تسمى وايلد كارد، اعتقد تكلمت عنها سابقا، هذه وايلد كارد. الوايلد كارد هي علامات النجمه مع مسار معين او مع امتداد معين. فلما احب اني ابحث عن مثلا ملفات الجي بي جي الخاصه بالنظام حقي، ملفات الصور كلها، فممكن استخدم امر يبحث لي عن صور الجي بي جي هذه كلها. ممكن اني طبعا انا لما حطيت نجمه قصدي انه اي ملف جي بي جي، لو حطيت نجمتين هنا نجمه ونجمه قصدي اي ملف. لو جيت هنا وحطيت مثلا عبد المجيب وجيت وقلت مثلا بالشكل هذا راح يطلع لي جميع ملفات اسم عبد المجيب، سواء كانت صوره، سواء كانت نص، سواء كانت ملف جيم، سواء كانت ملف ليبر اوفيس، ايا كان راح يظهر. تمام، طيب الوايلد كارد لازم تعرف انه يتعطل اذا استخدمناه مع اللي هو الكوتيشنز. خلونا نشوف الان لو جينا واستخدمنا امر سي دي، امر سي دي الفائده منه التنقل ما بين المسارات. لو حطينا سي دي اي تي سي بالشكل هذا انا راح انتقل الى مسار الاي تي سي. اوكي الان خلونا نسوي ايكو ونسوي علامات تنصيص ونحط وايلد كارد دوت كونف. تمام الان خلونا نطبع هذا ونشوف ايش يصير. بالضبط نحفظ هنا، نجي نشغل، لاحظ انه طلع لك علامه هذه دوت كونف.
تمام بدون اي فائده. لكن لو جينا وشلنا هنا هذول وشغلنا راح تلاحظ انه راح يسوي قائمه ملفات الكونف اللي موجوده داخل المجلد هذا. انتهى درس اليوم. درس اليوم الان عرفنا وش فائده الكوتيشن، وعرفنا ايش في الفائده ما بين اني احط علامه تنصيص او ما احط علامه تنصيص، تمام. الدرس القادم ايضا له علاقه بالتنصيص لكنه درسنا الجاي متعه اكثر. خلاصه حديثنا اليوم انه علامه الدبل كوتيشن هذه تمام تحمي اللي هن الفاريبلز، تمام، ايضا تحمي اللي هن السب ستيتيوشن فارز، تمام. ايضا بالنسبه للوايلد كارد فهي تعطل الوايلد كارد زي ما انتم شايفين، حطينا الوايلد كارد ما بين هذه. بالنسبه لهذه ديسيبلز ايفريثينج. هذا درس اليوم خلاصته. يلا نشوفكم الدرس الجاي ومع السلامه.